الآن راح نأخذ السمول انتستين الجزء الثاني اللي هو اللور جي اي تي لور تراكت اللي هي السمول انتستين واللارج انتستين. الآن راح نبدي بالسمول انتستين. الواقع السمول انتستين تتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول الأقصر واللي تكون بأغلب أو كل الإفرازات اللي موجودة للإنزيمز وهو الدودينام. القسم الثاني الوسطي واللي نسميه الجيجينام. الجيجينام قسم الوسطي اللي موجود. القسم الأخير هو الإليوم. هو الإليوم هذا اللي هن ثلاث أجزاء اللي موجودة بالسمول انتستين. هذا هو أصغرهم وهذا يكون أطول والجزء الأخير هو. قلنا ببداية الحديث أنه السمول انتستين أكثر من 90% من الأبزوربشن يتم بيها، وهي على قصر المسافة اللي موجودة تحتاج إلى سيرفيس إيريا عالية جدا حتى يصير بها عملية الأبزوربشن. فسبحانه وتعالى سوى هالتكوينات هاي داخل السمول انتستين. تلاحظون هاي السيركولرز الموجودة، هاي الدوائر، هاي نسميها بلايكي، وحدة مفرزة بلايكا، هي هاي البلايكي اللي موجودة. هذه الفولدز اللي موجودة حتى تزيدنا السيرفيس اريا الموجودة. إضافة إلى ذلك راح نشوفها هسه هذه الزغابات الموجودة اللي نسميها الفيلاي، أيضا فينجر لايك راح تزيدنا السيرفيس اريا أكثر، لا بل أكثر فوق الفيلاي راح تكون مايكرو فيلاي راح نشوفها على التوالي. فإذا بالابتداء هاي البلايكي هي تزيدنا السيرفيس اريا. طبعا تكون البلايكي قليلة بالدودينام وتكون أكثر شيء موجودة بالأبزوربتيف أريا، تكون عالية جدا بالجيجينام، تكون greatest in the jejunum أكثر من الإليوم. وقلنا بالدودينام تكون أقل من الاثنين. مثل ما قلنا على البلايكي موجودة فيلاي، هاي هي الفيلاي اللي قلنا عليها وتحدثنا عليها بالبداية. الفيلاي فينجر لايك تكون وتكون أبزوربتيف أريا عالية حتى تزيد لنا المساحة اللي موجودة. إضافة إلى ذلك على البوردر مالتها الخارجي اللي موجودة مايكرو فيلاي، وهي تكون تشابه لنا برش بوردر. البرش هي الفرشة، فرشة الحلاقة اللي موجودة، برش بوردر نسميها مثل فرشة الحلاقة. هاي أيضا تزيد لنا السيرفيس أريا أوف ذا أبزوربشن اللي موجودة بالنسبة للسمول انتستين. وطبعا أيضا نأكد أنه تزيد الأبزوربشن وتزيد الفيلاي وتزيد طول الفيلاي بالجيجينام أكثر من الإليوم. إحنا لازم نخلي ببالنا أنه الجاسترونتستينال تراكت أو الدايجستيف سيستم بصورة عامة لما نتناول به الفود والووتر وأي شيء موجود هو عبارة عن open area تدخل لنا pathogens من خلالها، تدخل لنا أشياء تسبب أمراض pathogens نسميها بكتيريا فيروس وملحقاتهم. فالجسم يبدي قسم الخلايا سكريت antibacterial agent موجودة، وخلايا المعدة تفرز لنا gastric juice HCl. أذني يأثرا على قسم كبير من الباثوجينز وتتلفها. قسم من الانتستينال فيلاس اللي موجودة السير مالتها سكريت أنتيبكتيريال إنزيم وتفرز أيضا أميونوغلوبيلينز. بالدستر بارت أوف ذا إليوم there are lymphoid nodules، هذا الموجود lymphoid nodules ومعروف عنها lymph nodes شنو in the connective tissue beneath the epithelium. normal bacteria ترجع لنا من the large intestine to the small intestine، ولذلك وظيفة lymphocytes اللي موجودة in the nodules prevent the bacteria from entering to the bloodstream. بعد أن كمل عملية الأبزوربشن اللي موجودة بالسمول انتستين، القسم الأول من اللور بارت أوف ذا جي آي تي تراكت راح تجي الكايم عن طريق الإليوم
عن طريق الإليوم إلى اللارج انتستين اللي راح نأخذها مكوناتها الأناتومي مالتها. وظيفة اللارج انتستين فقط the absorption of water and electrolytes، فقط the absorption of the water and electrolytes. الآن اللارج انتستين مثل ما نشوفها قدامنا، الأناتومي مالتها متكون من subdivision. هاي subdivision include the cecum اللي هو هذا cecum، هاي المنطقة، والappendix أو الزائدة الدودية اللي موجودة هذه. بعدين هذا الكولون اللي انقسمه إلى أربع أقسام، هو الascending colon، transverse colon، والdescending colon نازل، وبعدين أكو sigmoid، هاي S-shape sigmoid هذه، and the anal canal، هاي موجودة الأخيرة anal canal. على الأوتر سايد، أوتر سايد مالته أكو باند، شريط، هذا الشريط نسميه تينيا كولاي يعني شريط، تينيا كولاي. هذا الوظيفة مالته لما يصير بي كونتراكشن، هو عبارة عن سموث مصل، لما يصير بي كونتراكشن هذا اللي هنا الغرف تصير، هنا الغرف تصير عبارة عن ساك لايك، ساك لايك مثل الأكياس تصير. هاي المنطقة نسميها هاوسترا، هاوسترا، وهي هاي المسؤولة بالواقع عن عملية الابزوربشن ما تبقى من الفود اللي هو الووتر والالكترولايتس. الواقع الديستال بارت الانال كانال هاي الموجودة هنا، التكوين الداخلي مالت الهيستولوجي هو عبارة عن سيمبل كلامنر ابيثيليوم، نفس اللي كان موجود، تشينجز اللي صار مسترتيفايد وجانا صار لنا سيمبل كلامنر سيل. هذه سوى عملية بروتكشن الاندرلاينج تيشو، لأنه هذه معرضة على طول، الفضلات الموجودة عبارة عن فايبرز خشنة كلش وتأثر عليها وتتلفها. هسه الأنس is the outlet of the GI tract، تطلع من عنده كل الفضلات المتبقية الاندايجستبل فايبرز، أيضا with the feces الخروج اللي موجود from the GI tract عبارة عن indigestible food مضاف إلى شنو؟ بكتيريا اللي دخلت، وإنorganic materials الجسم ما يحتاجها، وسلفت أوف epithelial cell وقسم من الخلايا اللي يصير بها عملية sloughing ويبدلها الجسم، قلنا كل 3 إلى 6 أيام تتبدل يصير بها عملية نزع sloughing، تتلف هذه كلها تطلع لنا ويا الفيسز. هسه راح نتناول قسم الاسفنكترز، وهي صمامات راح نشوف طبيعتها، موجودة اعتياديا بالقسم العلوي بتوين أو مدخل من الفيرنكس باتجاه الإيسوفاجس، أكو صمام نسميه أبر إيسوفاجيال سفنكتر. بالقسم الأسفل اتصال الإيسوفاجس بالمعدة نسميه لاور إيسوفاجيال سفنكتر. بتوين the stomach and the duodenum راح نسميه بايلوريك سفنكتر. في نهاية الإليوم واتحاده أو اتصاله ويا سيكم نسميه إليو سيكال سفنكتر. وفتحة المخرج الأنس اللي هي بي تو سفنكترز اعتياديا، واحد انفولنتري الداخلي والخارجي هو يكون فولنتري، راح نسميه أنال سفنكتر. طبيعة هاي السفنكترز الموجودة أو وظيفتها to control the entrance of food into the tract، مثلا كمية الفود اللي يدخل، ما نقدر كل اللي ناكله بالفم ونسوي له تشوينج، مو كله نقدر نبلعه إلا بكميات ينظمها جسم على قابلية الإيسوفاجس. فإذا control the entrance of the food، بعدين control the progression of the material along the tract، مثل ما راح يصير هنا في نهاية بالبايلوريك اتصاله بالدودينم، هذه الكمية راح تطلع بقد الكمية اللي يدخلها الجسم عن طريق الإيسوفاجس. بعدين قسم من الأداة تمنع الرفلكس اللي موجود من الاستومك، ما ممكن الأكل يرجع إلا في حالات معينة، prevent the reflex of the material، وترجع مرة ثانية. بعدين بال